Yeah.
تسبح كل قوات السماوات ولك ترسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وقت وإلى بعد السنين. Oh.
وكما يذوب الشم من أمامي وجه النار هلم من المنظر أيتها النسوة الباشرة وخاطبنا صياهن قائلات اقبالي منا بشائر الفرح في قيامة المسيح يا أورشليم اطربي بحضور وتهللي بسرور لمشاهدتك المسيح ملك بارزا من القبر كفاتني كذلك أتالك الخطا من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور إن النسوة حاملة الطيب لما انتصبنا في دلجة عميقة بزي ضريح الموت الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفق يخاطبهن قائلا لهن أواب النسوة فرحا بقوله بشرنا الرسل بذلك هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ونتهلل به إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أشرق لنا فصحا مضربا فصحا جليل الاعتبار فصحا نصافح فيه بعضنا بعضا بفرح فيا له من فصح موقن من الحب وذلك فإن المسيح قد بزغ اليوم من القبر كالبازغ من الخيل وأواب النسوة فرحا بقوله بشرنا الرسل بذلك Oh.
Oh.
أن يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فتجيب وارحم. كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون. أيضا نطلب نجي المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أيضا نطلب نجي الأبينا وطريارك نادي أضرف رئيس كانت رابيدا ويتلس وطاق وجميع الكيروس والشعب يا رب نطلب. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. نطلب نجح والدار والثال كان والكان والشمامس والرهبان والراهبات وكل اخوتنا في المسيح. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. من اجل الرحمه والحياه والعافيه والسلام والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسنين للعباد الارثوذكسيين زوار القبر المقدس القابل الحياه مع وكلائه المحسنين اليه المنضوين إلى هذه الكنيسة المقدسة مع وكلائها والمحسنين إليها الساكنين والموجودين في هذه المدينة مع نسائهم وأولادهم من أجل افتقادهم واصطفاعهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أجل والحياة والعافية والسلام والغفران واصطلح الخطايا عبيد الله الموجودين في هذا المقام. وايضا نطلب نجح هذا المقام المقدس وكل المدن والقرى من السخط والجوع والوباء والزلزال والغرق والحريق والسيف ومن غارات الغرباء الاليه والموت المفاجئ. ومن اجل يكون لنا الهنا الصالح المحب البشر شفوكا رؤوفا متعطفا ليصرف ويرد عنا كل سخط ومرض يثور علينا وأن ينقذنا من وعيده العادل الذي يتهددنا وأن يرحمنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. كيريا ليسون 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 كيريا ليسون. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. كيريا ليسون 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 كيريا ليسون. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. كيريا ليسون يا أن يستمع ربنا صوت تضرعنا نحن الخطأ وأن يرحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. سبحان الله مخلصنا يرجع جميع الكاسية لا والذين في باقي بيت المركون غفورا لنا يسعي غفورا لخطايانا وارحمنا يا لك إله رحيم ومكتب للبصر ولكن انسلوا المازد يخلابوا وجبنر كل قدوس على أنا كل أوانين وإلى داخل داخلين. آمين. السلام لجميع ولروحك أيضا. يا رسل الله يا
الجزيل الرحمة الرب يسوع المسيح إلهنا بشفاعة الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبقوة الصليب الكريم المحيي وبنعمة القبر المقدس قبل الحياة وبطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكل مديحهم والقديس المجيد الرسول الكل مديحه يعقوب أخ الرب أول رؤساء ثابت ورشيد أبائنا القديسين معلمنا سكونة رؤساء كان العظماء باسيليوس الكبير رغورس اللاهوتي يوحنا ذهبي الفم أثناسوس وكيرولوس ويوحنا رحوم بطار الإسكندرية أبينا القديس نيقلاوس رئيس أساقفة ميناليكيا والقديس فيليدون أسقف تربيثوس العجائبي والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جايورجوس الحائد رات الضرر الذي نكيل تكرها اليوم وديمتروس الفاض الطيب وثودوس التيروني وثودوس قائد الجيش ومين الصان العجائب والشهيد في الكهنة خرالموس والقديسين المجيدين الشهداء الحسن يظهر والقديسين المشرفين الملكين العظيمين المتوجين من الله المعادلية رسل قسطنطين وهيلان أبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين جدي المسيحي وكيم محنة وتذكار قديس جورجوس الذي نقيمه اليوم وفي هذا المقام وجميع قديسيك اجعل طلباتنا مقبولة هب لنا غفران ذلاتنا واسترنا بستر جناحين وادفع عنا كل عدو ومحال وامنح السلام لحياتنا يا رب وارحمنا وارحم عالمك وخلص نفوسنا بما انك صالح ومحب للبشر امين مسيح قام من بيننا الذين يتناولون منها لأنك أنت الذي يبارك ويقدس كل أشياء أيها المسيح إلهنا ولك نرسل المجد مع بيك الذي لا بد له وروحك كل قدس الصالح المحيي الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين الخير
الذين يلتمسون الرب فلا يعوزهم شيئا من الخير. بما أنك للمسرورين محررا ومعتقا للفقراء والمساكين عضيدا وناصرا للمرضى طبيبا وشافيا وعن الملوك مكافح ومحاربا. Ina rabinatu.
كيريا ليسون. اعبد وخلص وارحم يا الله بنعمتك يا رب ارحم. هذا ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات والفائقة الصادقة للإخلاصية وجميع القديسين الهدى أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا في المسيح الإله. يا لأنك إله صالح ومحب للبشر ولك نصر الميت أيها الأب والد والروح القدس أنا وكل وان آمين. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت وهب الحياة للذين Thank you.
Amen.
الليادي على قوم من الكنيسة ليسيء إليهم، وقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، ولما رأى إن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام فطير. ولما أمسكه وضعه في السجن وأسلمه إلى أربعة أرابع من الجند ليحرسوه، وفي عزم أن يقدمه إلى الشعب بعد الفصح، فكان بطرس محبوسا في السجن، وكانت الكنيسة تصلي إلى الله من أجل بلا انقطاع. ولما أزمع هيرودس أن يقدمه كان بطرس في تلك الليلة نائما بين جنديين مقيدا بسلسلتين، وكان الحراس أمام الأبواب يحرسون السجن، وإذا ملاك الرب قد وقف به ونور قد أشرق في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قم سريعا. فسقطت السلسلتان من يدي، وقال له الملاك: تمنطق واجددا عليك. ففعل كذلك، ثم قال له: البس ثوبك واتبعني. فخرج يتبعه وهو لا يعلم إن ما فعله الملاك كان حقا، بل كان يظن إنه يرى رؤيا. فلما جاز المحرس الأول والثاني انتهيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرج وتقدم زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. فرجع بطرس إلى نفسه وقال: الآن علمت يقينا إن الرب أرسل ملائكته وأنقذني من يد هيرودس ومن كل ما تربصه به. فلنستقيم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس
يوحنا الانجيلي البشيري التلميذ الطاهر. لك يا رب المجد والعلا لنصلي. قال الرب لتلاميذه: بهذا اوصيكم ان يحب بعضكم بعضا. ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، لكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم، لاجل هذا يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد اعظم من سيده. ان كانوا اضطهدوني فسيضطهدونكم انتم ايضا، وان كانوا حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم ايضا. وانما سيفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي، لانهم لم يعرفوا الذي ارسلني. لو لم اتي واكلمهم لم تكن لهم خطيئتهم، واما الان فليس لهم حجه في خطيئتهم. من يبغضني يبغض ابي ايضا. لو لم اعمل بينهم اعمالا لم يعمل آخر لم تكن لهم خطيئتهم. وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي، ولكن ذلك لتتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي أرسله إليكم من عند الآب روح الحق الذي من الآب ينبثق، فهو يشهد لي. وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تشكوا، فإنهم سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يبقى عظيما. Oh.
العنتنار تحمر رفع صوتنا على
معلش تفتح لنا الطريق علشان الكهنة فوت هذول فوتهم الدورة ما بيبقوا حول الكنيسة مع جميع الموجودين والمصلين في هذا المقام المقدس مع نسائهم وأولادهم ليذكروا رب الإله في مجد السماء كل حين أنا مصوان وإلى دهر الداهرين ويحييكم جميع المسيحيين على خشنين قادة المقدسين وجوهر الحضر المقدس الحضر المياه وجوهر حضر مكان المقدس ليذكرهم رب الإله في ملكوت السماوي كل حين على أنا وكل وان وإلى دهر داهرين هذا المقام المقدس مع جميع المرضى الذين في البيوت والمستشفيات الذين في الضيقات والشدائد الذين غابوا عن حضور هذا القداس الإلهي بمرض أو شفتين مع جميع الذين في الضيقات يدخلهم رب الإلهي في السماء وكل حين لا نقل كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملك السماء كل حين أنا كل أوان ولدهر الداهرين بطروس كي بطريارك ويمون ثيوفيلو برادر فوني مونارخي ريوني ريوني رو مناخون يرو ديكون مناخون كي منازوسون كي باسس تسين Χριστό ημών αδελφότητος Ιερονή μου καθηγουμένο της Ιεράς Μονής Ταύτης μετά των οικείων και της συνοδείας αυτού Βενεδίκτου Ιερομονάχου Ηλιού Ζήργες Ρωμανού Πέτρου των Ιερέων μετά των πρεσβυτέρων τέκνων και οικείων αυτών Σεραφείμ Διακόνου
πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών του πανιέρου ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, Αμπά ναού Πατριάρχη να Θεόφιλος, ο Ατζαμιέλ Κουάρτιν Αμπιλμασί, Ζαμία Κουμαντζαμία Μασιχίν Αρχάσανι Αρμπάνι Ορθοδοξή, Αρμαντζουντίν Αφιχάδη Κερκανή Σέλμου Κάντασα, Μάνι Σάιχη, Ουλάτιχη Μουκαλά Μουρατιλίνα, Ιαθκουρου Ραμπουλίλα, Δημαλακούτη Κουλακίνη, Αλάντα Κουλαουάνι, Βουίλα Τάχρυντα Κυρίνη. Χρειάσατα καθαλούτητα, Λιάδ κουρά πουλιλά, Φιμαλακούτη Σαμάουι Κουλαχίνη, Αλάνα Βακουλαουάνιν, Βαϊλά Τάχρυντα Μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του πανιέρου ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των αειδήμων Πατριαρχών Ιεροσολύμων, Αρθήμου, Πολυκάρπου, Αθανασίου, Κυρίλου, Προκοπίου, Ιεροθέου, Νικοδήμου, Γερασίμου, Δαμιανού, Τιμοθέου, Βενεδίκτου και Διοδόρου των αειδήμων Πατριαρχών, Αριστοβούλου, Κωνσταντίνου και Σιλβέστρου των αειδήμων Αρχιερέων, των αειδήμων Προκατόχων ημών, Αρχιεπισκόπων Γάζης και Μητροπολιτών Φιλαδελφίας, των αειδήμων ιερέων, των ιερατευσάντων εν τη Μητροπόλη Φιλαδελφίας, Ιμπραήμ, Σιλμάν, Αθανασίου, Τζον, Ισχάκ, Χάνα, Τζίρ, Γεσαντή, Σαΐτ, Μανσούρ, Νάμε, Ιούσεφ, Σαΐτ, Αΐσα, Ιακούπ, Αγιούπ, Ιμπραήμ, Σαλάμι, Σουέλεμ, Φάραχ, Ιμπραήμ, Ιούσεφ, Ατάλα, Νάσερ, Σαΐτ, Μιχαήλ, Χαλίρ, Ναστράλα, Αΐτ, Τζίργιες, Νικόλα, Ιακούπ, Πούλος, Τζόρτ, Ιακούπ, Σαλίμπα, Ίσα, Ιούσεφ, Σαΐτ, Νάσερ, Σάλεμ, Αγιούπ, Τζόρτ, Τζίργιες, Αμπτάλα, Χάνα, Ψάρα, Μιχαήλ, Μούσα, Σαλάμι, Μούσα, Τζόρτ, Ζαΐσα, Αμπτάλα, Σαλίμ, Σάλεμ, Χάνα, Σάμπα, Όντι, Χαλίλ, Αμπτάλα, Αΐσα, Αΐσα, Σάλεμ, 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 Αΐσα, Σάλεμ, Σαλάμι, Σαλμάν, Χαλίλ, Αΐ, Ράζι, Σιλμάν, Χαλίλ, Σιλμάν, Θωμάς, Πέτρου, Σπυρίδωνος, Μιχαήλ, Αΐσα, των ιερέων, των ιερατευσάντων εν τη Ιορδανία. Ιαύκουρου Ραμπουλιλά, Θυμαλακούτηχη, Σάββα και Μιχαήλ, Σάββα. Ιαύκουρου Ραμπουλιλά, Θυμαλακούτηχη, Κουλακίνη, Αλάντα Κουλαουάνη, που είναι τα χρήτα يا كلنا رنا كلنا
كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئه الرب نسال. ملاك سلام مرشدنا امينا حافظا لنفوسنا سادنا من الرب نسال. غفران خطايانا وشفعان ذنوبنا من الرب نسال. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالمين من الرب نسال. أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى ببر المسيح المروب نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والإلى دائمة البشرية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله. برفاتمك الوكي تراضية مبارك معكم ومركك الكل كنت فاسالك والمكي العلا كل وادٍ وإلى داخل داخلين السلام لتمين إياكم لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر. الأبواب الأبواب بحكمة لنزغي مولودا غير مخلوق حصانا في الجوهر تقديم القربان المقدس بسلام. نعم ترى بنا يسوع المسيح ومخابة الأكيال وسركة روح القدس لتكون بعد مين
Είστε κύριε,
كده ديودورو ديودورو بطريارك مسيدي وقال ديو كالمانو على طريق وسيمونوس كرابة ميسار وقال أنا المسيح المرغوب نسى. بعد
القدس لنودع انفسنا وبعضنا بعضا من حياتنا المسيح لنا. واهلنا ايها السيد ان نشعر بدهاله على ان ذكابا غير مدينين ايها الاله السماوي ونقول امنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الجوهر يعطينا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن بمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا الذي أنت مبارك معه بل وإن كان كل قدس الصالح والصانع الحياة لنا كل وان ولا دار دائم ومن عمان ومن سائر المدن الأردنية ومن مادبة أيضا. نحن اجتمعنا ها هنا وفي كل عام نجتمع في هذا المقام المقدس لنعيد تذكار قديس عظيم وشهيد عظيم في كنيستنا المقدسة ألا وهو القديس العظيم في الشهداء جيورجوس اللابس الضفر. يجب أن نفرح وأن نتهلل لأن القديس هذا خرج من هذه الأرض، عاش على هذه الأرض التي عاش عليها السيد المسيح ومشى على ترابها. أيها الأحباء، إننا في هذه الفترة الفصحية المقدسة المباركة ونحن نرفع كلمات المحبة ونحيي بعضنا بعضا بالمسيح قام، يجب أن تكون القيامة هي هدفنا التي تلهج بها نفوسنا. نحن في أمس الحاجة في هذه الأيام وفي هذه الظروف القاسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. نحن نعاني أيضا ما يعانيه جيراننا، فنحن نستقبل أيضا كثيرا من الذين هربوا من جراء البؤس والشقاء والحروب، جاءوا إلى أرضنا أرض السلام حيث ننعم نحن أيضا في هذا البلد الآمن بقيادته الحكيمة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحكومته الرشيدة وكل مخلص والقوات الأمنية في هذا البلد.
ننعم بالسلام، لأننا ولدنا في هذه المنطقة حيث أشرق لنا أيضا وولد لنا نورا ساطعا من مغارة بيت لحم المقدسة يسوع المسيح، والذي جاء من أجلنا، تألم وصلب وقبر وقام في اليوم الثالث. إن لم يكن هذا هو إيماننا فإيماننا باطل. يجب أن نتحلى دائما بكلمات المحبة، يجب أن تنغرس في نفوسنا كلمات المحبة، وأن يكون المسيح هو الذي يقيمنا أيضا من سباتنا العميق. فكثيرون منا يقولون أن الكنيسة ليست موجودة. الكنيسة موجودة، أنتم الكنيسة، نحن أعضاء في جسم الكنيسة الواحد. وكلمة كنيسة كما تعلمون من فعل باللغة اليونانية أدعو إلى اجتماع صالح، وهذا الاجتماع نحن نعيده دائما في كل خدمة إلهية، وخاصة في القداس الإلهي حيث نشترك في جسد ودم الرب يسوع المسيح. هذا القديس الذي عاش على هذه الأرض كان اسمه الحارس، يورغوس باليوناني من فعل يورغو معناتها أحرس. وقد برز هذا القديس وبذل بذورا صالحا في مواطنينا، في أبناء رعيتنا، وهكذا تسمى جميع الكنائس في هذه المنطقة، ليس فقط الأردن ولكن في سوريا ولبنان، على اسم القديس الشهيد جورجوس. يجب أن تكون يكون هذا الإيمان حافزا لنا أننا نحن نعيش أيضا في أماكن مقدسة، وهذا المقام هو مقام مقدس على اسم القديس العظيم جورجوس. وقد استطعنا بنعمة الله وفي هذا اليوم أن يكون بيننا صاحب السيادة المتروبوليت فينيديكتوس، الذي بدعوة خاصة من قدس الأرشمندريت إيرانوس الرئيس الروحي في فلسحيس، أن يدعوه إلى الاشتراك في الخدمة الإلهية، وأن يباركنا أيضا بهذا القداس الإلهي. وباسمي صاحب السيادة أيضا نتقدم من قدس الأب جيريس سميرات بمناسبة عيد شفيعه، وإلى جميع الذين يحملون اسم القديس جورجيوس أو يتشفعون به، ويكون أيضا هو اسمهم في المعمودية. نحن نرفع صلاتنا في هذا اليوم المبارك من أجل جميع المتعبين، من أجل عائلاتنا التي تعاني أيضا من مشاكل زوجية، من أجل أولادنا الذين هجروا الكنيسة، من أجل جميع الذين هم في حاجة إلى صلاة، فليتقدموا إلى الكنيسة. الكنيسة تجمع الكبير والصغير وتمد يديها وقائلة: هلموا يا بني البشر، نحن موجودون منذ 2000 عاما في هذه المنطقة، في هذه المنطقة بالذات حيث مشى يسوع المسيح. نتذكر أيضا كل بقعة أيضا في أردننا الغالي. فقبل سنوات عديدة صاحب السيادة ترأس في كنيسة القديس جورجوس في مدينة رحاب الأردنية بالقرب من المفرق، أقدم كنيسة على اسم القديس الشهيد المظفر جورجوس. وهذا مما يدفعنا أن نكون أيضا نحن نشفع ونقوم مع كل قديس في كنيستنا، وتكون صلاتنا إلى القديس الذي يحمي بلادنا. ويجب أيضا أن نصلي أيضا في هذا اليوم من أجل بطريركيتنا المقدسة، من أجل بطرياركنا، من أجل جميع المطارنا وجميع الكهنة والمرتنين والذين يخدمون، ولجان السيدات والهيئات الأرثوذكسية قاطبة. نحن نصلي من أجل الجميع، نحن نذكر الجميع أمامنا في المذبح الإلهي، حيث أيضا المؤمنين الذين يعيشون والمؤمنين الذين سبق رقادهم على رجاء القيامة والحياة الأبدية. فلتكن محبتنا لبعضنا البعض كما أحب
الشهيد جيورجيوس يسوع المسيح وفدى نفسه من أجله وأصبح إنسانا قديسا نتغنى به ليس الآن ولكن على مدى العصور. صلاتنا أيضا في هذا اليوم إلى جميع أبنائنا الموجودين هنا في هذا المقام المقدس أن يكللهم الرب الإله بعنايته، وإلى جميع المرضى أن يعطيهم بلسم الشفاء، وأن يكون هذا اليوم يوما مقدسا مباركا نلتمس منه الرحمة والمغفرة. ولتكن كلمات يسوع المسيح فيما بيننا، المسيح قام حقا. نذر عليك يا رب اسمه جزء معد مسكنك وان تسعد على جملة يدك. نعم يا رب شوية جميع الأمر والأنبياء والألاء والنظم سيد الجاة ثلاثة أضرار وادع الشيطان نحن سعر الإجام لأنك أنت يا رب طبيب نفس والأجساد ولك رسول مجدية يا رب. Thank you.
Yeah.
Que paz
والكتسين المشرفين الكلية مديهم والمجيد والكتس المجيد الرسل الكلية مديه يعقوب أخراب أول رئيس ساكفة الرسلين والكتسين المشرفين شهداء الحسن ظافر والكتسين المشرفين الملكين الأديمين المتوجدين من ميلاد مديد الرسل قسطنطين وهيلينا وبان الأبرار المتسمين بلا والكتسين صديقين جدي المسيح لا يؤكيم وحانه والكتس الذين في الشهداء جيورجيوس الذي يقيم تذكاره اليوم وأبينا الجليل في الكتسين روحانا دقابيل فاب رئيس ساكفة القسطنطينية وجميع كتسين ارحمنا وخليصنا بملك صالح والمحب البشر. مسيح كم؟ حقا كم؟ مسيح كم؟ حقا كم؟ مسيح كم؟ حقا كم؟ كريستوس أنيستي. أليفوس أنيستي. كريستوس بوسكريسي. بويستي لو بوسكريسي. كريستوس أمبيات. أندفارات أمبيات. مسيح كم من بين رئيسون من فيس إسان يوم أتي باركي وبسالم أبا إسان كديس جيورجيوس واتيكم ساخا وسلام من كل أورتون ومن فيس أكتريسي وصلتية كمان أهلا I'm not a